بلشنا، تفضل. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم زملاء أعزاء. أولا أحب أن أعيد عليكم وأبارك لكم الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، حياكم الله. نتابع مع الأستاذ القدير المهندس محمد زعل الموضوع الذي بدأه، وهو مواضيع الحفر وما يتعلق فيها. طبعا سيتكلم اليوم الأستاذ محمد زعل على موضوع مهم جدا، ألا وهو الويل كنترول، وكلنا يعلم أهمية هذا الأمر من عدة نواحي، من نواحي شخصية تبدأ من الطاقم العامل على الحفارة وتنتهي في سمعة الشركات التي تتعرض لهكذا حوادث، مرورا بال يعني التأثير البيئي وما يرافقه من آثار بيئية سيئة. طبعا سيغوص الأستاذ محمد أعمق من المفهوم السطحي للويل كنترول، سيتكلم إن شاء الله بتفصيل عن موضوع الضغط الطبقي أو الفورميشن بريشر، سيتكلم عن مفهوم الحواجز أو الباريرز، سيتكلم بتفاصيل إن شاء الله، وستكون المواضيع مهمة جدا بالنسبة للأخوة المشاركين، لذلك نرجو المتابعة الحثيثة في هذه المحاضرة. طبعا هي هذه هي المحاضرة السادسة، والحمد لله قد انتصفنا ولم نشعر بمرور الوقت لكمية المعلومات القيمة التي شاركنا إياها الأستاذ محمد. طبعا وسيتابع إن شاء الله بقية الست محاضرات القادمة إن الله أحيانا سبحانه وتعالى. طبعا أحب أن أنوه وأشكر فريق العمل يعني في هذا الكورس وفي هذه الدورة التدريبية، الأستاذ مازن قرطومة مؤسس تجمع المهندسين السوريين في تركيا، والأستاذ حسان صيبعة رئيس لجنة البترول والكيمياء في تجمع المهندسين، وحجر الزاوية الأستاذ المهندس خالد صواف القائم على الجانب التقني من تحضير للروابط ونشر الروابط على اليوتيوب للمحاضرات كاملة، مشكورا جدا. طبعا ولا أنسى طبعا الفضل الكبير للأستاذ محمد زعل. نذكر فقط في هذه العجالة بالاستبيان الذي سيرسل قبل 10 دقائق من نهاية المحاضرة، الرجاء ملؤه، وأصبحنا على دراية بأن ملء الاستبيان يعني يشير أو إلى يضمن حضور المشاركين وحصولهم على شهادة الحضور في نهاية هذا الكورس. لا أريد أن أطيل في المقدمة، يتفضل الأستاذ محمد زعل مشكورا على المتابعة في هذا الأمر، وموفق إن شاء الله أستاذ محمد. السلام عليكم، مشكور أستاذ خلف زميلنا العزيز، ومشكورين الشباب فريق العمل كاملا. رمضان مبارك عليكم جميعا. نبدأ بسم الله بموضوع الويل كنترول. الويل كنترول مثل ما تفضل أستاذ خلف هو من المواضيع الأهمية القصوى، يعني تأتي بموضوع السيفتي، واللي هي سيفتي فيرست دائما، أو الأولوية دائما للأمان للشركة وللناس الموجودة اللي يعني تشتغل مع الشركة وللبيئة وللناس المحيطة بهذه الشركة. الويل كنترول هو موضوع مهم جدا مثل ما تكلم أستاذ خلف، راح نبلش فيه بإذن الله اليوم، على ممكن يكون ياخذ معنا وقت 4 أسابيع إن شاء الله. الويل كنترول، نحن عم نحفر، ايش يعني عم نحن اثناء الحفر العادي دريلينج اهيد، في عندنا في الفورميشن ممكن نصادف بعض الفورميشن موجود فيها فلويد. فلويد يعني مواع ممكن تكون غاز او اويل او كوندنسات،
أو ووتر. هذه المواقع إذا ما تحكمنا فيها ممكن تخرج لنا على السطح، وبدال ما تكون هي نعمة إن ممكن تعمل لنا كارثة ديزاستر. فحتى نتحكم فيها لازم يكون في عندي بارير يمنع هذه الفورميشن، تعطينا فلويد بشكل غير منتظم، بشكل غير إنتاجي، بشكل غير مقصود. يعني بعض التعاريف المهمة جدا، نحن في أي موضوع if you have to control you have to measure, if you have to measure you have to definition to make a definition. يعني if you cannot definition you cannot measure, if you cannot measure you cannot control. يعني إذا أنت مو قادر تعطي تعريف المواضيع تعرف إيش معناتها، غير قادر على تعمل قياسات لهذا الموضوع، غير قادر أنك تكون متحكم بهذا الموضوع. فموضوع الميجر والديفينيشن هو أولويات. فمن التعاريف الأولية نبدأ بموضوع الكيك. شو هو الكيك؟ الكيك is an influx، يعني هو عبارة عن influx، لكن هو influx of formation fluid into the wellbore. هذا الانفلاكس اللي هو داخل الفورميشن دخل إلى الويل لكن ما خرج إلى السطح، فبس بيدفع لنا دخل غاز أو أويل أو ووتر واتيفر، لكن مكانه عم يطلع إنه هون مكانه مض، عمل ديسبليسمنت أو إزاحة لسائل الحفر. البلو أوت، شو هو البلو أوت؟ البلو أوت السيرفيس أن كنترول of a flow of gas, oil, water from wellbore generally due to mechanical failure or human error. يعني الـ blowout هو خروج هذا السائل أو المائع اللي هو gas or oil or water من الفورميشن إلى السطح، يعني خروجه بطريقة غير متحكم بها إلى السطح. هذا هو الـ blowout. البلو اوت في عندنا اثنين نوعين، بلو اوت للسيرفيس بيعطينا مثل ما تكلمنا، وفي عندنا اندر جراوند بلو اوت ممكن نسميه بعض الاحيان انترنال بلو اوت، اللي هو عباره عن انه الخروج السائل المائع او سائل الحفر او لا سائل المائع من الفورميشن وخروجه الى طبقه من ضغط عالي او بريشر عالي فورميشن الى فورميشن أخرى، يعني خروجه من هذه الفورميشن إلى هذا، ممكن إلى هذه الفورميشن، وبيؤدينا إلى خروجه إلى طبقة أخرى أقل ضغط. شو المشكلة بهذه؟ ممكن هذه الفورميشن الأقل ضغط يكون في عنا هذه الطبقات اللي فوقها ما موجود عندي سيل أو بارير إلها، فممكن مباشرة تخرج هذا إلى السطح كمان وتعملنا بلو أوت without any control، وهو هون الديزاستر. أو ممكن كمان إذا كان في فوقها فورميشن عازلة ممكن تبقى في هذه الفورميشن الأقل، بتصير الفورميشن هذه سوبر تشارجينج، يعني هي محقونة ما هي بالأوريجينال موجودة، سوبر تشارجينج يعني موجود فيها طبقة نتيجة أنت عملت مشكلة في نقل السوائل أو الموائع الموجودة في طبقة ضغطها عالي إلى طبقة ضغطها منخفض، فبتأدي إلى هذه الطبقة أنه صار ضغطها عالي. أنت عم تحفر في المستقبل، عم تحفر بير ديفلوبمنت، يعني بير مانو استكشافي، ما أخذ بعين الاعتبار أنه هذه على هذا الدبس ما عندي طبقة فيها فورميشن عالي، ما في عندي طبقة فيها فيها ضغط عالي. أنت عم تحفر فبتلاقي انه في فورميشن عطتك ضغط عالي، فانكسبكتد ضغط او بريشر، فبيؤدي الى هذا كارثه، فممكن يؤدي الى كيك وبلو اوت، او ممكن يكون شالو غاز وات ايفر وهو ديزاستر. هذا الموضوع. فمثل ما تكلمنا في عندنا الكيك وفي عندنا بلو اوت. البلو اوت اثنين نوعين، بلو اوت تو سيرفيس وبلو اوت اندر جراوند بلو اوت اللي هو من فورميشن تو فورميشن اخرى.
إذا مثل ما تكلمنا what is a kick is an influx of formation fluid that causes the well to flow. شايفين إنه هو إنه بداية لكن هو ما طلع على السطح. لما بيبدأ ال uncontrol blowout uncontrol exists of formation of fluid at surface يعني إنه صار يخرج إلى السطح هذا هو خروجه إلى السطح. هذا نتيجة وجود ال blowout. ولا لا بي. وجود disaster. يعني ممكن إذا شايفين هو هذا مثل deep well horizon. شايفين موضوع ال deep well horizon كيف صارت عنا ال blowout. ال blowout كارثي على البيئة يعني تلوث المياه تلوث الجو ممكن يكون في غاز ثاني أكسيد الكربون ممكن يؤدي ممكن شتو اس يؤدي الى قتل الناس كيف تسوي الظروف ممكن يؤدينا الى 10 قتل ممكن يكون يعملنا قتل للناس ممكن يعملنا تلوث للبيئة ممكن يعملنا سمعة الشركة يعني شركة إنه فيها blow out ما حد بيشتغل معها ما حد بيقدم إنه يعملها sharing أو يعملها أي contract فهذه بالنسبة لل blow out حتى نتحكم بهذا لازم مثل ما تكلمنا نعرف التعاريف ونتحكم ونعمل مجر وكيف نكون نعمل إنتاج للأويل اللي هو المستهدف بدون ما يكون في عندي والكنترول إيشيو. من المواضيع التعريف الهيدروستاتيك برشر شو هو الهيدروستاتيك برشر؟ الهيدروستاتيك برشر مين؟ الهيدرو مين؟ فلويد استاتيك مين؟ أتريست يعني فلويد موجود في حالة سكون بنيجي للفورميلا أو المعادلة اللي هي معروفة بالنسبة للهيدروستاتيك شلون بدي أحسب الهيدروستاتيك برشر يعني أنت في عمود سائل كم الوزن اللي هذا بيطبق لي هذا العمود السائل الهيدروستاتيك برشر هو عبارة عن شو؟ عن constant 0.52 multiplied by mud weight multiplied by true vertical depths نتأكد على true vertical depths يعني الطريق العمودي وليس الالونج هول ديبس وانما ترو فيرتيكال ديبس هذه المعادله مطبقه لما بيكون في عندي الديبس بالفيت والمض بالبي بي جي باوند بير جالون والبرشر راح يكون عندي بالبي اس اي المض طبعا هون في عندي هذا الكونستانت شو هو الكونستانت جاي من وين في عندي ممكن يكون عندي استوانه حجمها واحد جالون الارتفاع تبعها واحد فيت المساحة تبعها 19.23 من الانش فبيكون عندي مثل ما بنعرف البرشر هو عبارة عن القوة اللي هي الباوند لأنه هي الباوند واحد باوند على الاريا الاريا اللي هي 19.23 يساوي لي واحد على 19 راح يساوي 19.3 راح يساوي 0.05 PSI لأنه الـ PSI شو هو باوند بير سكوير ان تمام من هون جاي موضوع الكونستانت ها اي مد ويت يعني هو واحد كم بيساوي 0.52 بي اس اي بير فيت مضروب بالبا المد ويت اللي هو لازم يقدر بالبي بي جي بهذه المعادله الهيدروستاتيك برشر gradient rate at which hydrostatic pressure increase in PSI يعني انت كل واحد قدم كم بيزيد هذا الgradient معناته كم بيزيد بالPSI كل واحد قدم من هذا الماء او سائل او fluid ففريش ووتر مثلا عندي اياه
الجريدينت تبعه 0.433 بي اس اي بير فيت. البريشر ات ديبس 1 فيت راح يكون 0.433 بي اس اي، لكن لو كان عندي اياه على 100 قدم راح يكون عندي اياه 43.3 بي اس اي، لو كان على 1000 قدم راح يكون عندي اياه 433 بي اس اي. هون راح نشوف معنى اذا كان عندي انا عندي فريش ووتر او فورميشن ووتر وليس فريش ووتر، لانه الفريش ووتر 0.33 لكن هذا 0.45 فورميشن ووتر، وفي عندي دريلينج فلويد. نحن اذا كنا عندنا ترو فيرتيكال ديبس 1000 فيت، فانا راح يكون هذا الفورميشن ووتر بيطبق لي بريشر او بيامن لي بريشر مقداره 1000 ضرب 0.45، بيكون هو 0.45 راح يكون هو 450 بي اس اي. طيب لو كان تغير شكل هذا راح يكون نفسه، راح يبقى نفسه لو تغير الشكل، لانه البرشر ما بيتعلق بالشكل. طيب لو تغير الطريق، انا عندي مضويت لو كان عندي دريلينج فلويد 0.5 بي اس اي بير فيت، لو تغير الطريق ما بيهمني، انا بيهمني الدرو فيرتيكال ديبس اللي هو 1000 قدم، هذا اللي بيهمني الدرو فيرتيكال ديبس بيهمني، فبضرب ال1000 ملتبلاي باي 0.5 بيعطيني 500 بي اس اي. طيب لو تغير الطريق بشكل يعني متعرج باكثر، طبعا هذا بنستفاد فيه في الدايركشن، لما بالدايركشن في الهوريزونتال او دايركشن وايز اس شيب وات ايفر الشيب تبع الهول، شكل الهول بده يكون عندي دائما في الويل كنترول ترو فيرتيكال ديبس هو اللي انا بستخدمه، فبيكون عندي 0.5 ملتبلاي باي ترو فيرتيكال ديبس راح تكون عندي 500 بي اس اي. ما تغير تغير الشكل ما غير لي، او تغير الطريق ما غير لي البرشر. هلا هون عندي الهيدروستاتيك، وات از ذا هيدروستاتيك، راح نشوف مفاهيم انه لما بينزل انا عندي مستوى سائل ممكن يكون نتيجه لوسز ونتيجه عده امور، ممكن نشوف بعدين سلاج وطيفر، راح نشوف كيف نحسب البريشر المطبق من هذا الفلويد. وات از ذا بريشر ات ذا بوتوم اف ذا فلويد ليفل دروب باي ذس 3000 فيت، يعني هو كان 10000 قدم نزل مستوى السائل بمقدار 3000، يعني صار مستوى السائل طوله او ترو فيرتيكال ديبس تبعه 7000، فكم راح يكون عندي البريشر؟ راح يكون الهيدروستاتيك بريشر ات بوتوم 7000 مثل ما تكلمنا، ضرب المض ويت اللي هو 14 بي بي جي وهذا 7000 مضروب بالكونستانت بيعطيني 5096 بي اس اي. هاو ماتش ديد ذا بوتوم هول بريشر دروب، كم هذا يعني معناته هو كان عندي 10000 كم نزل؟ نزل بمقدار 3000، ال 3000 اللي هي 3000 مضروب ب 14 بي بي جي هي مض ويت اللي كان موجود ملتبلاي باي 0.052 الكونستانت بيعطيني اللي هو 2184 بي اس اي. الهيدروستاتيك بريشر اذا كان عندي اثنين فلويد، هذا راح نشوفه بنستخدمه ممكن بالسلج او ممكن يكون انا عندي غاز او اويل او ووتر انفلكس داخل الهول، فموجود عندي كم البوتوم هول بريشر، راح يكون له تطبيقات عمليه هذا التعريف كلياتها. ف وات از ذا بريشر ات بوتوم اوف ذا ويل فيلد وذ تو فلويد، اذا كان عندي تو فلويد راح يكون المض هيدروستاتيك لايت اللي هو 12 بي بي جي راح يكون هو 3000 3000 ملتبلاي باي 12
multiply by 0.52 راح يعطيني 1872 PSI. طيب أول شيء يعني معناته بحسب أنا البرشر المطبق من هذا اللايت، بعدين بحسب البرشر المطبق من الثاني الهيدروستاتيك برشر من الهيفي مد 7000 multiply by 14 multiply by 0.052 بيعطيني 5096 PSI. هلا لما بدي أحمل كم البرشر توتال at the bottom راح يكون هو مجموع الاثنين. Total hydrostatic head هو 1872 اللي هي من اللايت plus 5096 PSI from the heavy mud. التوتال راح يكون عندي 6968 PSI. من التعريف كمان شو هو الفورميشن بريشر، what is the formation pressure. الفورميشن بريشر is the fluid pressure in the wellbore space of the formation. يعني في أنا عندي داخل الفورميشن في عندي grains أو حبيبات من الصخر موجود ضمنها موجود السائل. هذا السائل هو عبارة عن موجود ضمن ضغط نتيجة عوامل الجغرافيا والنتيجة عوامل الحت وعوامل الضغوط. صار في عندي موضوع أنه في برشر داخل هذا السائل الفورميشن. البوتوم هول برشر مثل ما تكلمنا is the total pressure exert at the bottom of the well مثل ما تكلمنا على الموضوع كيف هو مجموع الاثنين. هلا في عندي انا موضوع البرشر ممكن يكون بالانس. انا امتى بيكون عندي فورميشن بالانس؟ لما بيكون عندي الهيدروستاتيك انا تبع الفلويد المطبق من السائل المض يساوي او equal to the formation pressure. والبالانس بوتوم هول برشر ايكوال فورميشن برشر اور برايمري ويل كنترول از افكتيف ويزاوت تريب مارجن. يعني انا عندي الويل بالانس امتى بيكون الويل بسميه بالانس الويل؟ لما بيكون عندي البوتوم هول برشر يساوي فورميشن برشر. يعني الهيدروستاتيك الناتج عن المض هو عباره عن يساوي الفورميشن الموجوده الفورميشن برشر الموجوده داخل الفورميشن. يعني our primary will control is effective. يعني ال will control مثل ال will control primary will control هو الهيدروستاتيك المض الموجود داخل ال will فهو بيكون فعال لكن بدون margin trip margin. يعني أي قلة في الوزن أو في نتيجة سحب أو أي شيء ممكن يؤدي لي إنه يصير أنا under balance. هلا بنشوف نحن شو موضوع الاوفر بالانس. الاوفر بالانس ويل امتى بنقول بنحكي انه الويل اوفر بالانس؟ لما بيكون الهيدروستاتيك بريشر الموجود من المض اكبر من الفورميشن بريشر. اور برايمري ويل كنترول از افكتيف وذ تريب مارجن. يعني بيكون عندنا في عندي تريب مارجن. يعني ممكن انا لو نقص هذا الهيدروستاتيك بشكل بسيط انا اكون ما زلت اوفر بالانس. يعني لازم انا متحكم في الويل. الاندر بالانس، الاندر بالانس هو عباره عن الهيدروستاتيك المض هيدروستاتيك اقل من الفورميشن بريشر. البوتوم هول بريشر مثل ما تكلمنا يعني هو الهيدروستاتيك يعني البوتوم هول بريشر اقل من الفورميشن بريشر. اور برايمري ويل كنترول از لوست. يعني انا بيكون عندي الفورميشن الهيدروست البرايمري ويل كنترول اللي هو المض ما صار فقد وصار عندي الفورميشن بريشر تعطيني انفلوكس صار يدخل للويل انفلوكس اللي هو ممكن يكون غاز او اويل او ووتر او كوندنسات. وات از ويل كنترول از بريفنت ا كيك. نحن اول حاجه من الويل كنترول انه نحن نمنع الكيك نمنع دخول المواعي او الفلويد الى الفورميشن الى الويل. البرايمري والبرايمري مثل ما تكلمنا مضر هيدروستاتيك
اما السكندري اذا الانفلكس دخل عندي على الويل، في عندي البارير الثاني هو حتى ما يخرج هذا الويل الفلويد الى السطح ويصير عندي بلو اوت، في عندي السكندري هو شوتينج ذا ويل افتر ا كيك هاز بين تيكن سكندري بلو اوت بريفنتر اللي هو موانع الاندفاع. شو هو البرايمري والكنترول؟ مثل ما تكلمنا هو عبارة عن الهيدروستاتيك. الهيدروستاتيك هذا هو المط بيأمن لي هيدروستاتيك بريشر أو ضغط على الفورميشن. مثلا إذا كان عندي هون 5000 PSI ونفرض مؤمن لي هذا الهيدروستاتيك، في عندي فورميشن عندها ضغط داخلها 4800، فأنا حتى أكون برايمري والكنترول لازم يكون عندي ضغط الهيدروستاتيك أو البرشر من فرام الهيدروستاتيك أكبر من الفورميشن برشر بمقدار بسيط اللي هو تريب مارجن، حتى ما يخرج عندي الموائع من الفورميشن إلى الويل. مد هيدروستاتيك بريفنت فورميشن فلويد انتر ذا ويل بور، يعني هو المد هيدروستاتيك اللي هو يمنع دخول المواعي إلى الول. هذا هو البرايمري والكنترول. في أي لحظة فقدت البرايمري نستخدم السكندري، then retain back to primary، دائما لازم أحافظ على البرايمري. السكندري كنترول هو عبارة عن لما بيخرج المواعي أو تخرج إلى الول، نحن في عنده الكاب، هاي هي عبارة عن البلو اوت بريفنتر اللي هو تسكير الويل حتى نستعيد البرايمري والكنترول. هذا هو البلو اوت بريفنتر. البلو اوت بريفنتر يعني مجموعة موانع الاندفاع. شو بتتألف مثلا هون اكزامبل موجود، في عندي ممكن يكون من الانولر 1358 5000 PSI، طبعا هذا في الهاي بريشر، بعض الهاي بريشر ممكن يكون اكبر من هيك لكن هذا في يعتبر هاي بريشر. الابر باي برام 10000 بي اس اي، موجود درامات من 278 to 5 inch، ممكن يكون هذا باي برام فيربل يعني متغير الاقطار. بعدين في عندي بلايند رام او شير رام، ممكن يعمل عملية قص للمواسير أو لأي شيء جزء موجود داخل البير. طبعاً راح نتكلم في هذا في بالإكوبمنت، لكن مجرد عرض سريع لموضوع البلو أوت بريفنتر. المد كروس هو عبارة عن وصلة بين 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 الشير رام وال حتى يكون يعمل سبيس أوت مع اللور بايب رام. في عنا هون اللور بايب رام طبعاً 10000 بي اس اي، ممكن يكون في عندي الرامات ممكن تكون 3.5 ممكن تكون 5 inch. في عندي هون كيل لاين موجود، وفي عندي هون موجود في عندي التشوك لاين ممكن 4/1/16 inch السايز تبعه و10000 بي اس اي. لو لاحظنا كله راح يكون 10000، اذا كان هذا الويل 10000 بي اس اي بنسميه كله 10000 ما عدا الانولر ممكن يكون 5000 بي اس اي. اذا الويل كنترول، الويل كنترول سايكل برايمري هو اللي هو بريفنشن. اول شيء البرايمري اللي هو بيمنعنا بريفنشن التيك كيك، يعني برايمري هو اللي بيمنعني اخذ كيك البرايمري. لكن لو فقدت انا اخذت الكيك، طيب بعمل شطن دول هو السكندري. وصلنا اخذنا السكندري شطن دول، بعدين نعمل كيل دول، نعمل له كيل دول يعني نقتل البير وبنستعيد البرايمري والكنترول اللي هو المد هيدروستاتيك تو بريفنت تيكينج ا كيك. هلا بعض التعريف بالنسبه للجريدينت اوف بعض المواعي او الفلويد الموجوده في الفورميشن. موجود عندي مثلا الغاز عاده، يعني ممكن انت تشوف فورميشن اعطتني، ممكن نحسبها بالمستقبل كم شو هو الفلويد، فممكن اعرف انه شو هو الفلويد اللي دخل لي انا بالفورميشن.
فجاز ممكن يكون من 0.1 ل 0.2 بي اس اي بير فيت، الكوندنسات من 0.2 ل 0.3 بي اس اي بير فيت، الاويل من 0.3 ل 0.4 بي اس اي بير فيت، الووتر طبعا 0.433 ل 0.465. هذه الووتر الفريش ووتر 0.433، وكل ما زادت الملوحه تبع الفورميشن او الكيميكال الموجود فيها ممكن تزيد الدنسيتي تبعها او الويت تبعها. طبعا هذه بالبي بي جي. هاو كان كيك هابن، كيف ممكن يحصل الكيك؟ انا في عندي مض هيدروستاتيك اعلى من الفورميشن، اذا كان هذه الفورميشن بريشر المض هيدروستاتيك اعلى من الفورميشن ما بيصير عندي كيك. امتى؟ اذا نزل المض هيدروستاتيك عندي ممكن يحصل كيك طبعا. اور اذا كان انا، طب امتى بينزل المض هيدروستاتيك؟ ممكن اذا صار عندي لوسز، ممكن انا عندي بول اوت تريب وما كنت عم يعمل فيل او عملية تعويض للميتال الموجود عندي بشكل صحيح في حسابها، ممكن يكون الهيدروستاتيك يعمل فول أو يعني ينزل، وممكن يعمل لي عملية أنه يصير أندر بالانس. أو إذا كانت الفورميشن بريشر، الفورميشن بريشر ارتفعت أكثر من الموضوع الهيدروستاتيك بريشر، يعني أنا ممكن متوقع عندي فورميشن اذا كان عندي ديفلوبمنت ويل متوقع فورميشن يكون بهذا الدبس مثل ما تكلمنا، ممكن يكون سوبر تشارجنج او لاي سبب ما انه هذه الفورميشن نوت از اكسبكتد، فبيكون عندي الفورميشن بريشر اعلى من المض هيدروستاتيك، فبيكون في عندي بيصير عندي كان ممكن يحصل عندي كيك بهذه الحاله. كمان دائما في قانون معروف انه مض هيدروستاتيك اند فورميشن بريشر هم متعاكسين، يعني دائما مثل ما تكلمنا من البدايه هم دائما always remember that هيدروستاتيك بريشر اند فورميشن بريشر ار تو اوبوزيت فورس، يعني واحد الهيدروستاتيك بيعمل لنا فورس نحو الاسفل والفورميشن بريشر بتعمل لنا فورس نحو الاعلى. Primary control مثل ما تكلمنا عن الموضوع the use of fluid in the wellbore with enough density and height to provide sufficient bottom hole pressure to prevent an influx of formation fluid into the wellbore. يعني هي عبارة عن الفلويد أو المض الموجود المستخدم هو primary well control اللي بيمنع الformation من أنها تعطيني fluid أو gas or oil or water to the well. Secondary well control, the use of POB equipment to shut the well well in, followed by evacuation of influx to surface. يعني بتمنع، هذه هي الاكوبمنت اللي بتمنع انه الانفلاكس يخرج لي على السطح، and recover of primary well control اللي هي بتساعدني بعملية قتل الويل وعملية استعادة primary well control اللي هو الهيدروستاتيك المض condition with proper procedure. طبعا طب التيتشري اللي هو الويل كنترول، when secondary well control is not used or not applied probably and the well is blowing out، ممكن الويل يكون صار عنده بلو اوت، يعني فممكن انا اعمل عمليه التيتشري اللي هي عمليه مكلفه مثل عمليه الريليف ويل اللي ممكن انه هي عمليه انه نحفر بير ثاني، ممكن يكون انا عندي بير محفور هون وانا اجي بريج ثانيه واحفر ويل ثاني واعمل عمليه ريليف ويل، يعني انه اعمل عمليه من بير ثاني عمليه حفر تستغرق ممكن اشهر والويل يعطيني بلو اوت ويكون عندي بعدين تيجي بهذه النقطه اعمل عمليه كل مض او اعمل بامبينج لكل مض. وممكن يكون تيتشري كمان يستخدم لما يكون انا عندي سكر ممكن كلوز ذا شير رام اند وي كانوت ريتين باك تو
proper way، يعني ما فينا أنا أقتل الويل by other methods. ممكن sometimes we cannot apply all the method، يعني بنشوفها في المستقبل شو هي الميثود اللي هي البول هيدنج، الفوليومتريك، هذه ممكن كلها ممكن بعض الأوقات إنه ما يكون ممكن تطبيقها أو ما تتطبق لشروط ما، فوقتها نضطر نعمل ريليف ويل وهو تيتشري ويل كنترول، وهو اكسبنسيف، فيري اكسبنسيف اند فيري دينجرس. المفاهيم، المفاهيم اللي لازم كمان نكون على درايه فيها اللي هي تيوب يوتيوب برينسيبل. يوتيوب برينسيبل اللي هو بالعربي الاواني المستطرقه، كلياتنا بنعرف هذا الموضوع. اليوتيوب يعني انا عندي سائل لما بعمل له بامبنج في بي وان سايد، اذا كانوا متصلين مع بعض بنفس الدنسيتي راح يكون الليفل واحد. انا اذا كان عندي مثل ما تكلمنا انه واحد بيدخل الثاني بيخرج من الطرف الثاني، اذا كنت انا كان عندي اليوتيوب برينسيبل هذا هو. اذا كان عندي طيب موجود في عندي سائلين مختلفين مثل هاي الحالة، عندي سائل ممكن density أعلى bumping بعد على سائل أقل أو fluid أقل density، راح يبتدأ هذا الفلويد الأعلى density يعمل push أو دفع للسائل الأقل density نحو الأعلى للخروج، وهذا بيؤدينا إلى موضوع أنه هذا الليفل في في المكان الموجود فيه الفلويد الاعلى دنسيتي انه ينخفض، وهذا بنشوفه في السلج لما بنعمل عمليه السلج بامبنج سلج، او اللي هي بتكون هون الدنسيتي اعلى من فلويد دنسيتي اعلى من فلويد دنسيتي السائل الدريلينج مثلا، او اثناء البامبنج سيمنت واتيفر. ويل سي ليتر اباوت ذس. طبعا حتى يتوازن عمليه، يبقى هذا يدفع فيه حتى يصير عملية توازن، إنه يكون عندي العمود الهيدروستاتيك في هذه النقطة، الهيدروستاتيك المطبق من هذه من تو فلويد، الفلويد الأول والثاني يساوي الهيدروستاتيك المطبق من هون لهون اللي هو الفلويد الأول. مثل ما تكلمنا نحن لما نشوف الهيدروستاتيك بناخذ على البطن بناخذ المجموع الاثنين اللي هو اذا كان تو فلويد، واذا كان فلويد واحد مجموع البرو فيرتيكال ديبس بالمض الدنسيتي، هون عندي اثنين فبرو فيرتيكال ديبس للاول بالدنسيتي زائد برو فيرتيكال ديبس للثاني بالدنسيتي، مجموع الاثنين هو بيكون البطن هول بريشر لهذا السايد، والسايد الثاني لازم يكون الاثنين في البطن ايكوال يساوي مع بعض، فمشان هيك بيكون بينزل هذا الليفل حتى يتساوى هذا البطن هول بريشر على التول سايد بطن هول بريشر. مثل ما تكلمنا هون بالنسبه للسلج لما بيكون عندي انا عمليه سلج بامبنج سلج، بيبتدي هاي السلج تعمل بوش لموضوع السائل او الفلويد الموجود في الويل لحتى يعمل عمليه التوازن. تمام. هلا في مثال عندنا بالنسبه لعمليه الويل بور ستاتيك كونديشن اكزامبل، كمان هذا عمليه اذا في حاله الويل كنترول افتر جازي كيك، عندنا كيك دخل عندي الويل، will is shut in and the record pressure are shut in drill pipe pressure 500 psi, shut in casing pressure 700 psi. يعني انا الكيسنج اللي هو الانولاس عندي اياه 700 psi، وعندي الشت ان دريل بايب بريشر اللي هو في السترينج 500 psi، الويل ديبس 10,000 feet، المد ويت 10 بي بي جي، الغاز دنسيتي 0.1 بي اس اي بير فيت، انفلكس هايت 400، هذا هو الغاز الدنسيتي تبعه 0.1، الهايت تبعه 476 فيت.
طبعا الغاز لما بيدخل في الطريق الاسهل له اللي هو الانولاس، الا اذا كان ما عندي فلوت في السترينج، ممكن ما يكون في عندي نوزل في هذا، فممكن يدخل في السترينج، فعادة يدخل في الانولاس. كالكوليت ذا بوتوم هول بوتوم هول بريشر اون ذا دريل سترينج اند اون ذا انولاس. شلون نحسب البوتوم هول بريشر؟ في الدريل بايب مثل ما تكلمنا بناخذ من السايد الاول اللي هو مجموع الهيدروستاتيك هون، لكن هون في المعادله بيزيد عندي موضوع انه الشطن دريل بايب بريشر. الهيدروستاتيك عندي البوتوم هول البريشر على في الدريل بايب عباره عن الهيدروستاتيك الموجود داخل البايب اللي هو 0.052 الكونستانت ملتبلاي باي دنسيتي اوف ذا مد اللي هو 10 بي بي جي ملتبلاي باي 10000 فيت، زائد بالاضافه الى بلس يعني ال 500 بي اس اي، بيطلع عندي 5700 بي اس اي. هذا هو البوتوم هول بريشر المطبق من خلال السترينج والسيرفيس بريشر. لكن في الانولاس هو عباره نفس المبدا، في عندي لكن هون الاختلاف، في عندي مائعين، مائع الاول او فلويد اول وفلويد ثاني. فلحتى استخرج الهيدروستاتيك لازم احسب الاول واحسب الثاني. الاول البوتوم هول بريشر 0.052 اللي هو الكونستانت ملتبلاي باي 10 بي بي جي الفلويد الموجود هون ملتبلاي باي كم الارتفاع تبعه اللي هو 10000 التوتال ماينس الهيدروستاتيك او اللينث اوف ذا انفلاكس 10000 ماينس 476. هذا بالنسبه للفلويد الاول. الفلويد الثاني اللي هو 0.052 ملتبلاي باي دنسيتي اوف ذا غاز اللي هو 0.1 بي اس اي بير فيت. هلا فينا هون نستخدم اما مباشره 0.1 بي اس اي بير فيت بس ما بناخذ الكونستانت، او بنحول بناخذ البي بي جي بنضرب بالكونستانت نفس المبدا وبنضرب ب او ملتبلاي باي الهايت اللي هو 476 فيت. هذا بالنسبه للفلويد الثاني بلس البريشر الموجود في الانولاس اللي هو 700 بي اس اي. نشوف انه المجموع تبعهم اللي هو 5700 بي اس اي، 5700 بي اس اي بالطرفين موجودين، لانه انا هون مسكر الول. لو ما مسكر الول راح يكون يبتدئ ياخذ الغاز ويطلع الغاز لحتى يصير عندي على السيرفس. طبعا في هذا الحاله لما سكرت انا الول صار عندي هون شطن دريل بايب بريشر، هون صار عندي شطن كيسنج بريشر، صار عندي عمليه توازن. عمليه التوازن لازم يكون البوتوم هول بريشر ثابت. نتكلم بشكل سريع، راح اتكلم موضوع انه يكون لما يكون عندي انا موضوع لما يكون عندي انا في حاله الدايناميك. انا في حاله لما تكلمنا عمليه اليوتيوب في حاله الاستاتيك، لكن في حاله ممكن تشوفوا بعدين في موضوع الدايناميك. الدايناميك كونديشن اليوتيوب دايناميك ان دايناميك كونديشن بريشر لوسز ان ذا سيستم موست بي considered. يعني انا في عندي بالسيستم الموجود في الويل لازم انه احسب واخذه بعين الاعتبار، انه شو هو اللي لازم اخذه بعين الاعتبار. هلا في عندي سيرفيس، هذا لازم بعمليه الاحتكاك بالسيرفيس لاين بيروح في عندي سيرفيس بريشر لوس. في عندي في الدريل بايب والبي اتش اي لوسز كمان، وفي عندي في الانولاس بريشر لوسز، وفي عندي الباك بريشر اللي موجود في عندي على التشوك لما بطبق عمليه البريشر على التشوك. طبعا هذا موضوع في اختصار، لكن نحن بنتركه هذا الموضوع الدايناميك، راح اتركه للموضوع المحاضره الجاي باذن الله او اللي بعدها، موضوع الدايناميك. بس بشكل عام
بشكل سريع البوتوم وول بريشر يساوي الى الهيدروستاتيك بلس البريشر على الدريل بايب ماينس الاحتكاك او اللي موجود نتيجه الاحتكاك. في الانولس اللي هو الاي سي دي بلس الكيسنج بريشر. الاي سي دي اللي هو عباره عن المض هيدروستاتيك بلس اللوسز نتيجه الفريكشن في الانولس. How can hydrostatic pressure change؟ كيف ممكن يعمل عملية change؟ مثل ما راح نشوف إنه ممكن يكون نتيجة المد ويت عندي نقص، ممكن يكون أو ال level of the mud نزل. كيف المد ويت ممكن ينقص؟ المد ويت ممكن ينقص نتيجة إنه عندي settling barite، أو ممكن نتيجة dilution بالغلط، ممكن نتيجة إنه صار عندي عملية ميكسينج غير صحيحة، ممكن هذا يكون يعمل عملية إنه المضويت ينزل عندي عن البروغرام أو البلان تبعي. أما المض ليفل، المض ليفل ممكن ينزل نتيجة ممكن مثل ما تكلمنا الهيدروستاتيك، ممكن بول أوت without fill the hole. All this can be reduce the hydrostatic. Bumping light mud مثل ما تكلمنا ممكن هذا بيؤدي لي الى انه البرشر في لما بعمل بامبنج لايت مود ممكن ينزل البرشر في الانولاس. شوفوا شلون انه هون لما عملت بامبنج لايت مود البرشر بوتوم هول برشر ثابت هون، لما خرج في الانولاس ابتدى يعمل لي عمليه انه عمليه نزول في البوتوم هول برشر. اللوسز مثل ما تكلمنا عنه ممكن عمليه اللوسز يكون عمليه يعمل لي عمليه اللوسز ممكن تؤدي نتيجه عمليه اللوسز هذا يؤدي عمليه نتيجه سيرج، ممكن فورميشن ضعيفه، ممكن لاكثر من سبب، ممكن نتيجه لما بينزل الليفل بيؤدينا ان فورميشن صار عندها الهيدروستاتيك صار عندي اقل من الفورميشن بريشر فبيؤدي لي الى خروج المواقع الى بدايه خروج المواقع الى السطح. ممكن كمان ممكن يكون هذه احدى الامور انه عندي انا بول اوت بول اوت وانا عم بعمل بول اوت ما عم بعمل فيل فبيؤدي لي الى بنشوف شلون انه نتيجه الليفل عم ينقص نتيجه انه بول اوت without filling the hole by يعني الحجم اللي عم يخرج من الميتال ما عم عوضه بفلويد او سائل الحفر او مض فعند خروجه وانا عم بخرج كل ما خرجت كل ما نزل الليفل عندي. شايفين الليفل كل ما له عم ينزل الليفل نتيجه انا خروجي المعدن الديسبليسمنت معدن ما عم باخده بعين الاعتبار وعم بدون ما عمل فيل اب للهول. او ممكن يكون انه فيلير في الفلوت كولر، يعني انا اثناء عمليه رننج كيسنج مثلا ممكن انا كان ما عم بعمل فيل لل 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 للكيسنج، لانه عاده نحن كل مثلا 15 جوينت ولا واتيفر حسب البوليسي اوف كومباني انه كم جوينت انت بتنزل بعدين تعمل فيل للكيسنج، ممكن عمليه فيلير للفلوت كولر فبيؤدي لي الى موضوع انه يصير عندي عمليه يوتيوب، وعمليه اليوتيوب بتؤدي لي عمليه الهيدروستاتيك نزل نتيجه انه انا ما عم عبي فبيؤدي لي الى عمليه نزول الهيدروستاتيك بيؤدي الى عمليه انه انا صرت ممكن يصير اندر بالانس ويصير عندي عمليه الكيك. اذا البرايمري ويل كنترول مينتين سفيشنت هيدروستاتيك هيد باي دريلينج فلويد تو هولد باك بريشر فلويد، مثل ما تكلمنا انه هو عباره عن بيعمل لي باك بريشر على الفورميشن بحيث انه ما تعطيني الفورميشن ويخليها اندر كنترول. مات كولومن نيد تو بي ات ليست ايكوال تو فورميشن بريشر، هذا مثل ما تكلمنا عنه انه لازم تكون مينيموم انه تكون ايكوال للفورميشن بريشر. مض ويت اذا كان عندي انا وات مض ويت ان بي بي جي از نيدد ان ذا فولوينج اكزامبل، اذا كان انا عندي ويل 10,000 feet يعني 10,000 feet formation 6,000 psi عندي هذه formation شو المض المطلوب مني حتى يكون أنا balance للformation
المد ويت هو عباره عن الفورميشن بريشر على الديبس اوف ذا فورميشن طبعا ترو فيرتيكال ديبس لها على ملتبلاي باي 0.052 بيعطيني فورميشن بريشر ال 6000 ديفايدد باي 10000 ملتبلاي باي 0.052 بيعطيني بي بي جي اللي هو المد ويت اللي هو 11.538 something. نحن بنتكلم عنه نعمله راوند اب هذا يعني بناخذ اول الارقام بنعطيها الرقم الاكبر فانا عندي 11.55 نعملها 554 ليش؟ لانه انا اذا نزلت هذا الرقم عن هذا الرقم ممكن اصير اندر بالانس فانا بعمل راوند اب يعني بعملها لي بقربها نحو الاعلى 3 بتصير 4 او ممكن نكمل نحن في السكندري ويل كنترول وين برايمري ويل كنترول از لوست اند بي او بي نيد تو بي كلوز اند ويل كيل سكندري ويل كنترول ريكوايرد جود ويل كنترول اكوبمنت السكندري ويل كنترول لازم يكون عندي انه الاكوبمنت الصحيحه معموله تيست سيرتيفايد everything is good يعني properly cemented casing نحن مثل ما بنعرف انه انت عندك هذا الكيسينج اذا والكيسينج في عندنا السيمنت اذا كان هذا السيمنت وانا عم بحفر فورميشن اذا كان هذا السيمنت غير صحيح او فيه مشكله او انه فيه تشالنجينج او تيفر راح يعمل لي عمليه بدال ما يخرج من انا اكون عمليه كنترول للويل من هون راح يخرج الفلويد او السائل المائع الفورميشن من الالولاس ويعمل لي بلو اوت فلازم يكون عندي الكيسينج سيمنتد جود بربري سيمنت كيسينج الكيسينج كمان لازم يكون جود مثل ما تكلمنا ممكن اذا كان ما جيد الكيسينج ممكن يخرج من هذه المنطقه الفلويد او الماء الفورميشن ويدينا الى عمليه البلو اوت از ويل نوت تو ماتش كيسينج وير يعني انا اثناء الحفر كمان مثل ما تكلمنا بالدريل سترينج ديزاين انه في عندنا الهارد باندينج لازم او تكون عملية موجودة بشكل ما أجريسيف يعني ما شكل حاد بحيث تأكل الكيسينج لازم أنا أكون دائما أعمل مونيتورينج للكيسينج في عندي البوزم بلي اللي بيعرف الشباب إنه في عندي بيكون عندي ماجنتيك بعمل عملية مونيتورينج للكيسينج كم عم يطلع لي كل يوم ميتال بوزنه بشوف كم عملية الويرينج للكيسينج حتى أعرف إنه الكيسينج تبعي أنا عمليته أو still in good condition يعني will head with the right pressure rating يعني انا اثناء الديزاين من الاساس انا بكون عامل ديزاين للويل هيد بتكون الويل هيد مناسبه للاكسبكتد بريشر الموجود في الفورميشن فلازم يكون انه الويل هيد بريشر الويل هيد ريت تبعها اعلى من الفورميشن والويل هيد سيرتيفايد موجود لها سيرتيفيكيت معمول لها تيستد everything is good in good condition وهذه الويل هيد لازم تكون في حاله انه اعلى من مثل ما تكلمنا من الفورميشن لكن بعض الاحيان اللي المشكله اللي ممكن تصير انه اذا في حال انت عم تعمل عمليه الانترنال بلو اوت او مثل ما تكلمنا ودخلت في فورميشن فممكن الويل هيد تكون اقل من البريشر الموجود الاكسبكتد البي او بي ستاك وذ ذا رايت بريشر ريتنج كمان هذا اثناء الديزاين لازم يكون عندي البي او بي ستاك معمل له انه الريت تبعه اعلى من الفورميشن از ويل وكمان يكون عندي انه هذا البي او بي معمل له تيستد مثل ما كل 3 ويكس كانت البوليسي اول انه 2 ويكس صارت 3 ويكس ممكن وفانكشن تيست افري ويك choke manifold as well choke manifold لازم يكون كمان موجود choke manifold اللي هو مجموعه من ال فالفات التي تتحكم عمليه قتل الويل والديجازر اللي راح نشوفه في المستقبل كمان الديجازر اللي هو عمليه فصل المض عن الغاز اثناء killing the will good mud system المض سيستم لازم يكون كمان في حاله good والبمب good pump system as well
How do we lose primary wheel control? We can lose the primary wheel control. حتى نحن نتفادى عملية losing the wheel control. The primary wheel control دائما لازم نحافظ عليه. لازم نشوف شو هي العمليات اللي ممكن تفقدنا إياها حتى نتفاداها. Losing during drilling. ممكن أثناء tripping. أثناء swabbing during tripping as well. Drilling in high pressure. Drilling with mud weight too low, not enough. في عندي أنا بعض المفاهيم كمان. The pressure abnormal or subnormal. إمتى بيكون the pressure normal؟ إمتى بيكون the pressure subnormal؟ يعني abnormal pressure more than four. يعني لما بيكون عندي the gradient تبع the formation the fluid more than point 465 PSI بير فيت نقول عنها abnormal pressure، لأنه عادة مثل ما تكلمنا الفورميشن أو الووتر الجريدينت تبعه من 0.433 to 0.465 PSI بير فيت، هذا الووتر تبع الفورميشن normal. لما بيكون الجريدينت تبع الفورميشن بهذا الحدود فبتكون formation normal، لكن إذا كان أعلى من هذا بيكون abnormal. Ariston effect نتيجة هذا ممكن يكون ممكن Ariston effect fault salt damage gas cap effect charged sand over border. Subnormal less than four تكلمنا نحن إنه formation من 0. formation water من 0.433 to 0.465 أقل من 0.33 هو اللي هو راح يكون عندنا subnormal mounting drilling depleted reservoir. راح نشوف شلون هذا بالنسبة للnormal pressure. normal pressure راح يكون عندي أنا الليفل نفسه اللي موجود في هذا الهيدروستاتيك موجود هو نفسه الformation pressure، هذا الformation gradient موجود إلى السطح نفسه شايفين السورس اوف يعني التغذيه تبع الفورميشن متصله الى السطح وهي بتكون فورميشن ووتر جريدينت. مثلا عندي 5000 فيت ملتبلاي باي 0.45 راح يطلع معي البريشر تبع الفورميشن 2250 نورمال بريشر رينج فروم 0 تكلمنا عنه الأورنج فروم نورمال بريشر منين بيجي موجود من انه التغذيه من السطح عم تكون بتشكل هيدروستاتيك بريشر لها هيدرو كربون مثل ما تكلمنا انه هون عباره عن الهيدروبيكل ليك تو سيرفيس وات از ذا اكوفاير بريشر Aquifer pressure at 5000 psi راح يكون عندي water gradient كذا راح يكون مثل هلا تكلمنا فيه في المثال اللي هو 2250. الابنورمال بريشر الماونتن ممكن يكون انا عندي هون ماونتن التغذيه عاليه لكن انا عمليه الدريلنج عم تكون بعمليه منخفضه فهذا بيكون عندي عمليه الهيدروستاتيك تبع الووتر اعلى فراح يؤدي لي الى abnormal pressure لانه الماونتن 1000 feet that water source Ariston pressure راح يعطيني Ariston pressure. What is the aquifer pressure now؟ هي عباره عن ال 5000 الدبس تبعها راح يكون ال 5000 بلس ال 1000 1000 راح يكون عندي water gradient نفسه اللي هو 0.45 راح يكون عندي البريشر 2700 إذا شفنا بالمثال اللي قبله راح كان النورمال 2250 لكن نتيجة إنه موجود الأرستن أو السورس أوف الووتر عم يكون من الماونتن والمتصلة مع الأكوفاير من الماونتن عم يكون عندي عملية البرشر موجود من على عملية 5000 نتيجة هون في عندي 3000 قدم وهون عندي 2000 قدم وهون عندي 1000 قدم فهون 1000 قدم من نتيجة الماونتن هون عملية النورمال وهون عندي عملية ال 2000 و 3000
As gas bearing formation is over pressure by an Ariston effect, which of the following condition has create the abnormal pressure? نشوف انه اللي راح يعمل لي عمليه الفورميشن ووتر سورس لوكيتد ات هاير ليفل ذان ذا ريج فلور، هو اللي عم يعمل لي عمليه الليفل اوف ذا او الابنورمال بريشر. الابنورمال بريشر ممكن يكون نتيجه الجاز افكت از ويل. كيف نتيجة الغاز افكت؟ الدنسيتي تبع الغاز أقل من الووتر، أقل من الأويل، فنتيجة هذا الاختلاف في الدنسيتي ممكن يؤدي لي إلى أبنورمال برشر. الفولتينج نتيجة هون لأنه أنت في عندك في هذه المنطقة الغاز الووتر هون راح يكون هون الهيدروستاتيك للووتر، بينما هون الغاز افكت عم يعطيني أنه في عندي دنسيتي مختلفة، راح يعطيني أنه هون عملية over. راح نشوف في المستقبل ليش هذا الموضوع، انه لما الغاز افكت الدنسيتي راح يكون عندي over balance في هذا الموضوع. في faulting causing abnormal pressure كمان ممكن انه عندي formation كانت عندها فيها pressure عالي، عملية الفولت او الفالق اللي هو بيؤدي لي الى migration للformation fluid to the another formation بيؤدي لي الى shallower، فهذه الفورميشن ادت الى هون موضوع فورميشن شالور، لكن ببرشر تبع الفورميشن الاعلى فبيؤدي الى عمليه انه يكون عندي البرشر اب نورمال. كمان كيسي تشارجنج كوزنج اب نورمال برشر مثل ما تكلمنا ممكن يكون هذا موضوع نتيجه الفعلق. السب نورمال برشر هو عكس لما كان عندي انا الارستن افكت اللي هو انه المصدر المياه من الماوتن او من الجبال، هون العكس المصدر من منخفض لكن انا عم بعمل عمليه دريلينج من اعلى، فهون راح يكون عندي عمليه الفورميشن راح تكون سب نورمال او اقل من الطبيعي. ماوتن 1000 no water source من الماونتن، يعني mud column pressure 6000 مضروب ب لانه انا في عندي ماونتن ارتفاع اكثر 2700 بي اس اي. depth reservoir 6000 water gradient هذا هو راح يعطيني 2700 بي اس اي. reservoir as 6000 charged with 5000 multiply هذا هو. ليش؟ لأنه الفورميشن ما هي عبارة عن 5000 multiplied by 0.45. هذا هو مثل ما تكلمنا على كيف بدنا نحسب إنه نتيجة الغاز إفكت كيف بيكون إنه abnormal pressure. Calculate the abnormal pressure at top of reservoir when depths الـ reservoir at 1000 normal fluid gradient for 0.45 و reservoir height 500 و reservoir fluid 0.1 psi. reservoir at top pressure at top reservoir equal pressure at bottom reservoir minus hydrostatic of gas column. يعني لو شفنا انه البريشر ات بوتوم ريزرفوار هو عباره عن 1000 10000 ملتبلاي اللي هو الملتبلاي ال 10000 ترو ديفيكتال ديبس ملتبلاي باي ووتر دنسيتي اللي هو 4500 بي اس اي. لكن في عندي انا غاز الهاي تبعه الهيدروستاتيك تبع الغاز اللي هو الهايت تبع الغاز ملتبلاي بالجريدينت، فبيكون بيساوي لي على انه يساوي 500 بي اس اي ملتبلاي باي 0.1 ويساوي 50 بي اس اي. توب الريزرفوار راح يكون عندي 10000 ملتبلاي باي 0.45 ماينس 500 ملتبلاي باي 0.1 بيعطيني 4000 و450 بي اس اي، بينما هو كان لازم من المفترض على مثل ما تكلمنا انه 4700.
مثال ثاني ممكن calculate the gradient to balance pressure at top of reservoir. Top of reservoir 4450, depth top of reservoir 9500, gradient at top reservoir بريشر على الدبس يساوي 4450 على 9000 يساوي 0.468. بريشر على التوب ريزرفوار از اب نورمال، يكون ليش؟ نتيجه انه هو اكبر من 0.465. تمام، اظن انه ممكن نتوقف بهذا المكان. تمام استاذ محمد، اذا مناسب ما بعرف الله يهمك، الله يعطيك العافيه. نكمل نكمل لكن خليه يبعثوا الاستبيان مشان رمضان نحن نخفف شوي علينا وعليهم. لا ما شاء الله هو الموضوع سلس وجميل، ويعني لا لا اذا راحتك، اذا انت مقسمون هيك مثل ما انك مقسم البرنامج على راحتك. خلينا نوقف هون، بس انا بعت الاستبيان هون لك، بعت الاستبيان من فضلكم. مهندس مازن اذا موجود، مهندس خلف ونشوف. مهندس خلف معنا؟ موجود استاذ حسن. يلا شوف دي. ماشي كثير لك الموضوع، اذا بعد ماشي السبيع. اذا ما بين تاخذ اسئله اذا تعطيك حضرتك تفضل. أقول ما بين يجهز الاستبيان، إذا في أحد من الزملاء عنده أي ملاحظات، أي مداخلة، أي شيء يحب يعني يشاركها مرحب بي، يعني في وقت لا بأس فيه يعني. إذا المهندس نصر، المهندس محمد المشتي، إذا الشباب عندهم تعليق، مهندس رياض، مهندس سامر، إذا موجود حدا معهم عنده تعليق تفضل. أخي خلف. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية أستاذ محمد. الله يسلمكم يا أستاذ نصر الدرويش، حياك الله أستاذ نصر. شكرا استاذ خلاف. الله خبير الاستاذ المعروف اخي نصر، ان شاء الله الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك يا اخي، الله يعطيكم العافيه على هالجهد هذا وعلى الكورس المفيد والممتع الحقيقه، وخاصه والكنترول يعني. الله يخليكم يا رب. الكنترول موضوع جدا مهم ويعني وشيق يعني. شكرا للاستاذ محمد، يعني الحقيقه الى الان غطى الموضوع هذا بشكل جيد جدا. يعني أحب أضيف حاجة بس بسيطة، يعني يعني تلزم في الفيلد وفي الامتحان في حال الشباب اللي بدهم يقدموا الكورس والكنترول. الراوندينج بالنسبة للإجابات مهم جدا، يعني طبعا في الفيلد قلنا لأنه يعني المدويت بالانس، يعني في تدريجات، في تدريجة 1 ديسيمل بعد الفاصلة يعني. فيعني ما نحط رقمين بالنسبة للجواب يعني، أو لأن ما ممكن في الفيلد إنه مثلا نقول والله بدي أعمل أنا مدويت أو كل مدويت والله 10 بوينت مثلا 7-3، هذا ما ممكن. ما ممكن اضبطها انا على الجهاز قياس الوزن يعني في الفيلد. وفي الامتحان يعني ايضا اعمل راوندينج اب، يعني بحيث يكون عندي 1 ديسيمل، يعني نقول مثلا 10 بوينت بدل 7.3 نكتبها 10.8. وهذا الكلام يعني منطقي جدا، لانه انا يعني عم اتعامل مع كل مدويت، و حتى اضمن السيفتي مارجن او تريب مارجن او ايا كان الاسم، سيفتي فاكتور، حتى اكون اوفر بالانس مفروض يكون عندي الراوندينج اب حتى اضمن هذا، يعني حتى اظل انا اوفر بالانس، لانه البالانس حاله مثاليه جدا ما ممكن تكون في الفيلد وهي فيها خطوره، لان اي نزول في الليفل حروح انا اندر بالانس، والاندر بالانس يعني بالنهايه هي كيك. تمام،
فأنا يعني هذا لنواحي عملية ونواحي دراسية وكله منطقي أعمل راوندينج أب إلى 1 ديسيمل من بعد الفاصلة بالنسبة للكلمة ويت. معليش ملاحظة ثانية أيضا بالنسبة للنورمال يعني قلنا يكون الجراديانت 0.465 PSI بير فوت. إذا كان أعلى من هذا يكون abnormal، وإذا كان أقل من هذا الرقم يكون subnormal. يعني عذرا يعني بالنسبة للرقم هو 0.465. الآن يخطر ببالي الحاجة الأخيرة، معليش لو طولنا عليكم. ألو؟ أيوة. عفوا. بالنسبة للفورميشن، فورميشن بريشر هو يعني ضغط السوائل يعني يكون المحبوسة في داخل البسامات الصخر. أنا من خلال يعني في الفيلد ومن خلال تدريسي للمادة وجدت الناس أيضا يعني يخلطون بين حاجتين، الفورميشن بريشر والفراكتشر بريشر. طبعا الأستاذ محمد يعني إلى الآن ممكن في برنامجه يعني يوصل لاحقا للفراكتشر بريشر، بس لا بأس الإشارة الآن إلى هذنا يعني الحاجتين هذول مختلفات عن بعض، فورميشن بريشر شيء والفراكتشر بريشر شيء آخر. عادة الفراكتشر بريشر يعني رقم عالي نسبيا بيكون أعلى من الفورميشن بريشر. يعني هاي ثلاث نقاط يعني حبيت أضيفها، وإن شاء الله نكون ما ثقلنا عليكم، وعذرا أستاذ محمد. شكرا لك. الله يعطيك العافية أستاذ نصر. موضوع بالنسبة للفورميشن بريشر كلامك سليم 100%، هو مختلف عن فراكشر بريشر، ورح نتطرق له بإذن الله لما بنعمل ليك اوف تيست أو ليميت تيست. راح يكون والفورميشن ممكن ما يكون فيها فلويد لكن فيها إلها الكسر الصخر، يعني بما معناه اللي هو فراكشر أو البريشر للفورميشن. اما الفورميشن بريشر هو الفلويد الموجود داخل هذه الفورميشن، وهو البريشر تبعها مختلفين تماما، وان شاء الله راح نطرق بهذا الموضوع. بالنسبه للسب نورمال واب نورمال هي تعاريف، لكن عاده هي تعاريف ما بين انه 0.433 تو 0.465 هذا النورمال، اكثر من 0.465 اب نورمال، أقل من 0.433 subnormal. هذا كتعريف. بالنسبة للديسيمال راوند أب كلام صحيح، لحنا تكلمنا أنه أنت البالانس يعني أنت جاست واقف على شعرة، أقل منها أنت صرت أندر بالانس، فوق منها أوفر بالانس. في الحياة العملية عادة نحن بنتكلم مثل ما تكلمت تماما، أنه نحن بناخد راوند أب، وتكلمت أنا في هذا الموضوع، لكن هي راوند اب ل 1 ديسيمبل اكثر. وعاده نحن اذا بتتذكر في الفيديو بناخذ الكيلو باسكال على الميتر، اللي هو مثل البي بي جي، قريب على البي بي جي، رقم كبير، حتى اي تغير بسيط بيبين لك انت انه موضوع مهم جدا، غير انه موضوع الاس جي او البي اس اي بير فيت. هاي معظم المواضيع اللي تكلمت فيها أستاذ، الله يسلمك يا رب، وشكراً على تعقيبك. وشكراً لك، ولا تأخذنا أستاذ. شكراً لك أستاذ. في أستاذ أحمد الحمد رافع إيده، عنده استفسار أو مداخلة. أستاذ أحمد الحمد، أستاذ أحمد الحمد موجود؟ أستاذ أحمد أستاذ رضا اللي مسجل اسمه باسم رضا، مسجل اسم الداخل باسم رضا. ألو، طيب في أحد من الزملاء يحب
في داخل في موضوع الويل كنترول، اي تجربه، اي كونسيرن، اي شيء يعني حاب يضيفه او بالاحرى حاب يعمل هايلايت عليه؟ الاستاذ محمد مشتي يطلب منك. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله الاستاذ محمد. شكرا استاذ، انا كثير استفدت من المحاضره اليوم، الله يجزيك الخير يعطيك العافيه. عندي تعقيب او استفسار على الاندر بالانس والاوفر بالانس. هو انا بعرف انه موضوع البالانسينج از يعني فيري كريتيكال، وانه دائما تضطروا انه دائما تحطوا اوفر بالانس، بس شو هو يعني انت قلت فيو 100 بي اس اي ميبي، يعني يمكن اراوند 200 بي اس اي دائما بتحاول انك تكون اوفر بالانس. بس بدي امفسايز على موضوع انه قديش كمان بنفس الوقت الاوفر بالانس بيعمل دامج للفورميشن. الشغلات بيعانوا منها الناس اللي بيشتغلوا بالبرودكشن فيما بعد. فهو يعني قد ما كان الموضوع هو حساس بالنسبه للويل كنترول ايشوز، بس بنفس مشان هيك دائما انتم كمان بتحاولوا انه يكون الاوفر بالانس بمقدار بسيط جدا، لانه كل زياده بالهيدروستاتيك اللي بتنزل مد على الفورميشن رح تاثر على اداء البير فيما بعد من ناحيه البرودكشن، بغض النظر عن موضوع الفراك ولا لا. حتى المد اللي بيفوت على الفورميشن بيعمل دامج كتير كبير، بدك عمليات سيميليشن لحتى تحاول انك تسيطر عليه. هذا اللي حبيت انه اذكره. الله يعطيك العافيه استاذ محمد. هلا بالنسبه للبالانس، نحن هذا الموضوع البالانس بنعمله أثناء كل دول. بعد ما نعمل كل دول يعني بنقتل البير، وبدنا نعمل بنرجع بدنا نعمل السيركيليشن الثانية مع إنه مع المارجن أوف تريب. يعني أنا بعمل كل دول بالبالانس الكالكوليتد المد بالبالانس، بعدين أنا ما فيني أخلي حالي بالبالانس. ليش؟ لأنه أنا إذا عملت تريب أو أي نقصان بسيط بيصير الغاز يدخل على الويل، فأنا لازم أعمل مارجن زيد وزن المض بمقدار بسيط حتى يكون عندي كالكوليتد تقريبا من 200 بي اس اي ل 500 بي اس اي. طبعا عادة هي المحسوب 200 بي اس اي الاوفيشال، يعني ال 200 بي اس اي بتعمل لي عملية كنترول للويل، ما بتخلي الغاز يطلع على ما يدخل على الويل، أو أثناء عملية إما أنا أثناء مثلا ممكن أعمل كونكشن أثناء أسحب السترينج، عملية سحب بسيط هذه ممكن تؤدي إلى دخول. إذا كنت أنا بالانس تماماً ممكن يدخل الغاز مباشرة أو الأويل أو الووتر، فدائماً بكون أوفر بالانس بحبز. الأوفر بالانس مثل ما تفضلت ما بيكون أوفر بالانس بكمية كبيرة حتى ما يعمل دمج للفورميشن، حتى ما يعمل لي لوسز وكون أنا خسرت الهيدروستاتيك ويصير لي غاز مرة ثانية أو أويل أو واتيفر. لأنه أنا إذا صار عندي لوسز من اتجاه في فورميشن ممكن تكون فيها اوفر بريشر، راح يصير لانه الهيدروستاتيك راح يقل الارتفاع تبعه، راح يصير الفورميشن اكبر، راح يدخل الموضوع الفورميشن فلويد راح يدخل على الويل. فهذا الموضوع انه الكريتيكال بالنسبه لعمليه الانفنجن اللي هو انه ما يدخل المض. صح الكلام 100%، هو محسوب ببسيط انه في انت عندك المض فلتر كيك بيكون محسوب عنا، بحيث انه انت هذا الفلتر كيك اثناء الحفر تشكل حوالين جدران الهول جدران البير، بحيث ما يصير عندي انفنشن للمض باتجاه الهول. طبعا اذا كانت هذه الفلتر كيك ضعيفه ممكن يدخل بعض الووتر او المض الى للفورميشن. هذه الفلتر كيك هو اللي راح يحاول يمنع لي عمليه هذا. راح يكون الانفنشن راح يصير حوالين الويل لكن بشكل بسيط. هذا ممكن اثناء قبل البرودكشن راح يجوا عمليات الويل سيرفيس، راح يعمل عمليه كليننج للهول للمكان الموجود اللي فيه، وراح يعمل عمليه البرفوريشن. فراح تكون البرفوريشن ممكن لازم تكون اكثر من عمليه
الانفنشن تبعها، او اذا كان ويل بعض الفورميشن ممكن تحتاج فراك، هذا موضوع ثاني ان شاء الله. شكرا كثير استاذ محمد. طبعا مضبوط اجابتك سليمه 100%، بس استاذ محمد المفتي يتكلم من جانب الدمج فورميشن، الرجل سيموليشن انجينير، فيتكلم انه ليش انا ما دام ليش حتى كل كريتيريا اللي تحدد لي الاوفر بالانس حتى اكون بامن مجال انه اكون اقلل الدمج فورميشن. هاي ممكن نكون استاذ خلف موضوع انه نحن باختيارنا للمرض اثناء اختيار المرض نيجي هون موضوعنا بين استاذ نصر واستاذ محمد اللي تماماً. هو اختيارنا بين الفورميشن ما نكسر الفورميشن يعني ما يكون نحن اقل من الفورميشن الفلويد اللي يكون اندر بالانس. يعني نحن المض لما نختاره بنختار انه في عندي انا ويندو الموجود، انا برسم تمام. اول شيء الفورميشن بريشر او الفراكشر تبع الفورميشن مع الفورميشن الفلويد البريشر للفورميشن، والمض تبعي لازم يكون في حاله الامان، لا هو في مارجن اكبر اقل من، لازم يكون اكبر من الفلويد بريشر وهو اقل من الفراك بريشر، فلازم يكون انا بهذا الويندو اختار المض تبعي. نعم، واحيانا لما تكون الويندو ضيق استاذ محمد انا محصور ب مثلا مجال بسيط جدا ما بين الـ يعني ممكن الاوفر بالانس يكون قليل جدا، ممكن 100 بي اس اي مثلا، او انه في تقنيات حديثه تعرف الاندر بالانس دريلينج اللي هو لما يكون عندك الفورميشن بريشر او سترينجث قريبه من البور بريشر، بهالحاله انت يعني ممكن تستخدم تقنيه الاندر بالانس دريلينج في سبيل انك تخرج من هاي الويندو ما تكون تعرض الفورميشن للكسر يعني. تماما هو طبعا الاندر بالانس دريلينج ايضا كمان للاستاذ محمد، يعني الاندر بالانس دريلينج ايضا هو احد الوسائل لتخفيف الدمج للفورميشن، او طبعا ما في دمج خالص يعني كونه انت الفورميشن بور بريشر اعلى من والبور بريشر، فانت راح يكون عندك الاتجاه الجريان باتجاه البور وليس بالاتجاه العكس باتجاه الفورميشن. تمام، لكن راح تكون المعدات مختلفه عن موضوع طبعا اكيد معدات مختلفه نن كونفنشنال والكنترول اكويبمنت يعني. تماما ممكن كمان انت في لما بيكون في عندك ويندو بسيط ممكن في تقنيات كنا نطبقها لما كان عندنا مض ويت ممكن يوصل قريب لفراك فورميشن، يعني حفرنا ب 22 بي بي جي بي بي جي تقريبا او كيلو باسكال بير ميتر اللي قريب على البي بي جي يعني almost فراك ذا فورميشن. يعني نحن ننزل اول شيء لازم تعمل مثلا تعمل الدريلر لازم يعمل عملية بريك ذا جيل، ما بينزل مباشرة بعد الكونكشن مباشرة، بيعمل بريك ذا جيل، بيعمل عملية بامبينج slowly gradually شوي بعملية الرنين هول يعني ببطء ما بيكون سريعة في عملية السوابينج. ففي عمليات نحن لما بندخل بموضوع الأدفانس والكنترول وأدفانس هذا الأمور ممكن نتطرق للموضوع البروسيجر اللي ممكن يكون لما بيكون عندنا ويندو بسيط خفيف جدا يعني. نعم طبعا، ولا ننسى الكيسينج ديزاين أيضا اللي يحمل الفورميشن يعني بالنهاية، يعني إذا ينحط الكيسينج على الدبت اللي بحيث يحمل الفورميشن يعني إذا. نعم خير، جزاك الله ألف خير أستاذ محمد. ما أعرف إذا من الشباب أحد عنده أيضا مداخلة، يعني باقي دقيقتين يعني ممكن نأخذ أحد في المهندس حماش من محمد الحسن حماش من ألمانيا. محمد حماش من ألمانيا، السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك محمد حسن من مهندس خريج بترول من القاهرة. حياك الله. أنا حابب أولا أشكر حضرتكم. أهلا فيكم. أنا حابب أشكر حضرتكم على مجهودكم الجميل والله، وعلى خبرة مهندسنا الكبير باشمهندس محمد زعل والله. الله يسلمك. بعد إذن حضرتك كان عندي سؤال بس لحضرتك، لما كنا بنحسب الهيدروستاتيك عندي أكتر من فلويد في البير، زي مثلا لو عندي جاز إنفلكس في المسألة كان جايب إن الجاز إنفلكس تقريبا 400 فيت، فكنت عاوز اسال ازاي بنعرف الهايت بتاعها اصلا يعني.
هو ده سؤالي الهايت بعد اذنك. تبعها انت لما انت دخل الغاز او الاويل، انت عندك موجود لما دخل في عندك فوليوم خرج، يعني انت لما يكون عندك في السيستم، في عندك سيستم انت من المد التنكات او التانكس مد سيستم البيت موجود، ليفل. انت دخل الفلويد اللي دخل خرج مكانه مد، فكمية الخروج المد اللي خرجت مكانها اكيد هو عمليه الفلويد. موجود عندي انا الانولاس، موجود عندي الكاباسيتي تبعي، بعرف انا الهول كم سايز، الدريل كولر كم سايزه، موجود عندي دريل بايب كم سايزه، ممكن احسب عمليه الهايت تبع الانفلكس. تمام. طب هي حضرتك تفضل ثابته 400 لحد ما تخرج يعني، ولا لا هي لا طالعه لا لفوق لا ولا ايه؟ لا 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 هي او اذا انت اول ما تدخل انت طبعا راح يضل يدخل الفلويد، ما زال انت صرت انت اندر بالانس، راح يدخل من الفورميشن، راح يدخل على الويل فلويد، هذا الفلويد راح يضل يدخل انت لحتى تعمل كلوز دول، كلوز دول بالبلو اوت بريفنتر البي او بي. لما تعمل تمام. كلوز راح يكمل دخول لحتى يصير عندنا شيء اسمه البالانس، اللي هو البالانس انه الفورميشن بريشر صار يساوي الهيدروستاتيك بلس البريشر على السيرفس. لما استخدمنا المثال راح يكون عندي انا مثلا شاتن على بريشر. السيرفس تمام. شاطن دريل بايب بريشر والكيسنج بريشر، الكيسنج بريشر مع الهيدروستاتيك راح يكون يساوي الفورميشن، هون صارت عمليه البالانس، هون راح يتوقف دخول الفلويد من الفورميشن. انفلكس. تمام. لو انا استمريت راح يصير عملية، بعدين راح نشوف شيء اسمه عملية المايجريشن للغاز، لكن هذا هذا لسه ادفانس، لكن بالنسبة لسؤالك هذا الحاليا يعني راح يكون راح يستمر بعد تسكير البي او بي او كلوز ذا بي او بي، راح يستمر حتى يصير عندنا عملية البالانس. خير ان شاء الله. تمام. شكرا جدا لحضرتكم يا باشمهندس. الله اهلا وسهلا. حاتم الشابي. حاتم استاذ حاتم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيكم يا باشمهندسين، وان شاء الله رمضان مبارك علينا وعليكم. امين. وتقبل الصيام والقيام ان شاء الله. امين امين يا رب العالمين. من وين عم تحكي مهندس؟ حاتم الشابي مهندس جيولوجي، اصلا مهندس جيولوجي استكشاف من ليبيا. يا مرحبا. اهلا وسهلا بك. قلنا نود ان ندخل في مجال الحفر ونتعلم في مجال الحفر، فكانت دورة يعني ان شاء الله ممتازة، واستفدنا كثيرا من باشمهندس محمد ما شاء الله. نحن سعيد استاذ حاتم. بارك الله فيكم. نحن كنا اخوه ان شاء الله، وفي ميزان حسناتكم، ان شاء الله. ان شاء الله. وان شاء الله ما في المستقبل بكي نعطوا دورات على الجيولوجيا والاستكشاف والسوفت ويرز، يعني نقدر نعطي في سوفت ويرز البتر في الاستكشاف. نعم. مهم جدا، فممكن ان شاء الله لاحقا في الشهور الجايه نعطوا كورس باختصار على العمل. حياكم الله. حياكم الله. اي مبادره. نعم مبادرتك. شكرا على مبادرتك. العفو. ونشكر استاذ محمد زعل على المجهوده ومتعبيننا معنا والله. الله يسلمكم. الله يا الله يخليكم يا رب باذن الله. بارك الله فيك استاذ حاتم. هذا مجرد مداخله بس، وشكرا لله. ميت اهلا اهلا وسهلا استاذ حاتم، حياك الله وبياك. الله يسلمك. في استاذ جاسم العبود، لو يتفضل. استاذ جاسم جيولوجي مخضرم، يعني ايضا اشتغل بمجال الجيولوجي، ممكن اعرف اذا عنده مداخله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جاسم، خبرات اللي نعتز بها استاذ محمد، استاذ خلف، الله يوفقك. الله يسلمك. ومشكور جهودكم، مشكور جهود بقيه الشباب، الله يعطيكم العافيه. وشيء ناتج بي والله شيء يرفع الراس، الله يعطيكم العافيه. سؤال لكم اساتذتنا بالحفر، من كم يوم اجاني سؤال هيك، ما بعرف انا اعطيت اجابه صح او لا، انه انت اخذت كيك غاز during drilling you have a kick gas. What's your recommended as a well site geologist or as a geologist
keep circulation or shutting the well. I answered to keep circulation with increase the mud bed gradually. ما بعرف إذا كانت إجابتي صحيحة أو لا. أكيد أستاذ طلب الموضوع يحكي معك، هذا اللي كنا نحكي فيه، يصب الموضوع يحكي عليه أستاذ محمد يجاوب. أكيد لا، لأنك أنت أثناء السيركوليشن أنت ستيل أندر بالانس، يعني أندر بالانس ستيل الفورميشن عم تعطي. أنت إمتى مثل ما سأل أستاذ محمد من شوي أستاذ محمد الحسن، أنه إمتى بيوقف الغاز بالإعطاء؟ لما أنا بعمل سيركوليشن بعمل كلوز ذا ويل بيصير عندي عملية دخول للغاز، لصير عندي عملية البالانس. لما يصير عندي عملية البالانس إمتى؟ لما يصير عندي الهيدروستاتيك بريشر اللي هو مجموع الغاز مع الفلويد مع الكيسنج بريشر يساوي او ايكوال تو فورميشن بريشر، هون بيوقف دخول الغاز. انا عم سيركل، انا اوريدي دخل غاز عندي، معناتها انا اندر بالانس. عم سيركل لساتني اندر بالانس، انت فاتح معناتها الغاز عم يدخل وعم يعمل ديسبليس لمين؟ للدريلينج فلويد، عم يعمل له للسيرفيس. انت عم يدخل الغاز، الهيدروستاتيك كمان عم يعمل عمليه الاكسباند، الغاز عم يعمل عمليه انه الهيدروستاتيك عم يقل، عم يدخل الغاز بكميه اكبر لحتى تسكر الويل، ما بيتوقف بالعكس لحتى بعدين بيصير معك بلو اوت. تمام استاذ محمد، انت اذا ضل يسركل مثل ما تفضلت يعني راح يعمل ديسبليسمنت كامل للغاز، لانه انت كل شوي اندر بالانس، تصير مور اندر بالانس، مور اندر بالانس، مور اندر بالانس الموضوع. تمام، وهالاي راح تاخذ بلو اوت لا سمح الله يعني. اكيد اكيد، ربما يعني هو طبعا اكيد البير مصمم على انه ياخذ فل ايفاكويشن، بس احيانا يكون مثلا انت منت مصمم البير انه ياخذ فل ايفاكويشن، ممكن حتى الولهد ما يتحمل البريشر اللي تاخذه من الفورميشن. تمام، شكرا لكم، جزاكم الله خير. يعني عندنا قاعده، نحن قاعده if you have a doubt shut and dwell. تمام، لوز الويل وبعدين نتناقش ايش الموضوع. نعم تمام، في بعدين نتناقش ومفتوح والغاز داخل 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 هذا. نعم. لا صح. شكرا استاذ. انا رجعت قرات، العفو استاذ خلف، تفضل محمد. تفضل محمد، اذا عندك شيء. انا رجعت قرات عن الموضوع هذا وبحثت عنه، فلقيت انه ما بعرف اذا المعلومه وصلتني صحيح، انه انا اعمل شوتنج ذا ويل بعدين نشوف أدي عندي البريشر كلوز ذا ويل، ثم بعدين بدا سيناريو الكل. تمام. نعم. تمام، تبدا بعدين. نعم. حساباتنا. نعم، الله خير، جزاك الله خير استاذ محمد، بارك جاسم العبود، الله يبارك فيك يا رب محمد. استاذ حسن كان علي معبى الاستبيان من فضله، اذا ما كان عبى وانا بعثنا الاستبيان واغلب الشباب سجلوا تم، فما بعرف يعني اذا تحب تختم ولا نشوف استاذ محمد الحسن اخر مداخله. ما مشكله، اذا في اسئله واستاذ محمد معنا، تعبناه معنا اليوم، يوم صيام ويوم تعب، الله يعطيه مليون عافيه. صحيح. شكرا لك، والله بارك الله فيه. بجش مهندس محمد من مصر، اتوقع محمد الحسن رافع ايده في شيء ولا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على المحاضرة الممتازة والمعلومات الجميلة اللي كلها ليها علاقة بالفيل. أنا اسمي محمود. أنا كان عندي بس سؤال من السيشن اللي فاتت، أنا مش متأكد من السيشن اللي فاتت ولا اللي قبلها، بس هو كان على الستاك بايب، لما كان في أول سؤال كان بيتكلم عن الستاك بايب، وكان بيتكلم عن إن إحنا أبلاي تنشن، فكانت الإجابة الصح اللي هي كومبيوتر رايت اللي كانت موجودة، إن إحنا ما بنيجي نعمل بيكون زيرو تورك، دي الإجابة اللي كانت المفروض الإجابة الصح as per the sheet. أنت لما this بتعمل time. But this is not right. كيف؟ This is not right because just like I'll try to explain it. Because we have something called combined loading. Sometimes the DSV will tend to you to apply torque while applying tension. And this is why with all any drill pipe graph, we will always find torque tension graph. And this is what we call it combined loading. We not always will apply, we were not going to zero torque while apply tension. This will be like
the primary trials. واحنا بنحاول في الاول بس في حالات كثيره جدا احنا بنروح فيها ان احنا نحط تورك while we applying tension. عشان كده المانيفاكتشر نفسه بيحط جراف اسمه تورك تنشن لود جراف او احنا بنسميه في الفيلد كومبايند لودنج. فاعتقد الاجابه دي ما كانتش صحيحه من الكمبيوتر. انا جاوبتها بخبرتي في الفيلد بس مش عارف مش قادر انساها تقريبا كده. محمد تتذكر بالضبط يجوز هو عند الماكسيمم سيف بول صح؟ تماما. نحن تكلمنا عند الماكسيمم سيف بول. عند الماكسيمم سيف بول بيكون عندك التورك زيرو. تورك صفر. زيرو. مشان هيك انت هذا السؤال كان مقصود اثناء عمليه الاستك. اثناء عمليه الاستك ما بتعمل عمليه تورك مع تنشن، لانك اذا عملت عمليه تورك مع تنشن ممكن تعمل دمج لا او تعمل دمج لا او انه يصير عندك تويست اوف. انت في عمليه الماكسيمم سيف بول، ماكسيموم سيف بول يعني انت رايح للماكسيموم راح تكون عمليه التورك زيرو، والجراف بيعطيك الجراف كل ما زاد التنشن كل ما قل التورك اللي ممكن تطبقه لحد انك انت الماكسيموم سيف بول بيكون عندك التورك زيرو. صحيح صحيح. هو بيكون الماكسيموم بول عند السير الماكسيموم عند مضبوط. نعم استاذ محمد. لو سؤال كان فيه لو السؤال كان موجود في كلمة ماكسيمم يبقى في الحالة دي الإجابة اللي كانت موجودة كانت صح. إن إحنا لو ما عندناش تورك يبقى إحنا فعلا هنروح للماكسيمم سيف أوفر بول. لا لا. إنما لو السؤال ما كانش فيه كلمة الفكرة كالتالي، أنت عندك عملية التورك مع التنشن متعاكسين، كل ما زاد التنشن قل التورك، لما بتوصل للماكسيمم سيف بول التورك زيرو. نعم تمام. لا ما في اي مشكله استاذ محمود. اذا عندك اي يعني عدم وضوح ما في مشكله نتناقش. احنا مو نجبر الناس على افكار معينه، احنا عم نناقشها بشكل عملي علمي. انت هاي الجرافات اللي شفتها اللي اظهرها استاذ محمد بالمظاهره بالمحاضره، انت لما تطلع مثلا شو عندك بول تطلع على البايب جريد او البايب سايز وتجي باتجاه معاكس متعامد على نفس البايب وبعدين تنزل على الماكسيموم تورك اللي فيك تاخذه. فانت لما تكون بحاله الماكسيموم سيف بول تكون انت شاد البايب لاعلى بول وهو يكون طبعا على السيرفس. بهاي الحاله ما فيك تطبق اي تورك، ما فيك تطبق اي تورك. فما بعرف اذا كان بالسؤال بس على ما اعتقد انه كان مذكور انه ماكسيموم سيف بول بالسؤال يعني مذكور هيك اتذكر صح. نعم جزاكم الله كان مو مذكور. كلامك صح. نحن بس المبدا العلمي مثل نحن نتناقش علميا جل من لا يخطئ، بس انا نعم. اللي اتذكره انه كان مذكور الماكسيموم سيف بول، كل ما زاد عمليه التنشن او البول كل ما نقص عمليه التورك في حاله الماكسيموم سيف بول بيكون التورك زيرو. نعم صحيح. برضو في شكرا استاذ محمود. جزاكم الله خير. تفضل استاذ محمود. جزاكم الله خير. انا مش هطول عليكم. جزاكم الله خير. واياكم حياكم الله. اذا في اي استفسار او انت مقتنع ارجع اسال مره ثانيه في المحاضره الجايه او على الرسائل. لا مقتنع. جزاكم الله خيرا. هو جايز انا ما شفتش كلمه ماكسيمم لان انا قابلتني حالات كثيره في الفيلد واحنا بنبص على انا عارف الشارت الكومبايند لودنج شارت انا عارفها كويس الحمد لله. بالظبط. بس انا بس عشان السؤال انا جايز ما قريتش كلمه ماكسيمم في السؤال او ما خدتش بالي. احنا بنفطر قبلكم بشويه ف يا سيدي صياما مقبولا ان شاء الله. احنا بنفطر والمحاضره بدات فمعليش انا جيت متاخر. يا سيدي ان شاء الله صياما مقبولا يا رب وافطار شهي ان شاء الله. وياك جزاكم الله خير. حياكم الله وبياكم استاذ حسان. اتوقع بهذا في حدا يمكن كان كمان في سؤال يمكن من 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 المانيا من المهندس حماش ما اعطيته دور يمكن كان رافع ايده ما بعرف اذا لسه عنده. والله تفضل محمد اذا موجود. يمكن ما موجود اذا ما بعرف اذا لسه موجود. بس عبر السبيان وطلع. في حدا لسه اذا في حدا معنا من اليمن كان عندهم شوي الانترنت ضعيف كتبوا لي وكذا ما بعرف اذا حدا بيحب يعلق من اخواننا باليمن. نعم
في حدا من اخواننا من اليمن؟ من عمان؟ في كانه في سؤال بالشات انه ليش لما بيكون عندي الهاير انفلكس بيكون عندي الغاز انه ما بيأثر على الشات اند دريل باي بريشر. نحن تكلمنا انه الطريق الاسهل للغاز هو الانولاس، فالانفلكس راح يكون انت عندك الفورميشن راح يعمل بالانس اللي هو الشات اند دريل باي بريشر مع الهيدروستاتيك الموجود في السترينج، بيكون عندي البوتوم هول بريشر راح يكون بالانس مع الفورميشن، لكن الغاز عم يدخل في الانولاس، كل ما صار الغاز اكثر في الانولاس كل ما اثر على الكيسنج بريشر في الكيسنج ما في الدريل بايب بريشر. صحيح. طيب ماشي، الله يعطيكم مليون عافيه، كل الشكر والتقدير لوقتك مهندس محمد زعد وعلى خبرتك وعلى معلوماتك القيمه، استمتعنا جدا. والاسئله كمان نشكر كل الزملاء من كل الاماكن اللي كمان يعني أغنوا المحاضرة بأسئلتهم وبمداخلاتهم الرائعة، والشكر طبعا لمقدم المحاضرة اليوم مهندس خلف ومعد الاستبيان مهندس مازن وراء الكواليس مهندس خالد، وإن شاء الله نلقاكم بإذن الله المحاضرة القادمة، ورمضان كريم عليكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. شكرا أستاذ حسان، شكرا للجميع، وإن شاء الله نكون قدمنا شيء ما شاء الله عنك. وبالأخير وبالأول نحن إنسان، إذا نسينا شيء فمعذرة، وإذا أخطأنا بشيء معذرة، والدعاء منكم إن شاء الله كل عام أنتم بخير جميعا. وبدي أطلب من المهندس خالد إذا في مجال كمان يخلي الأسئلة موجودة، يعني بيعد المحاضرة المناقشات تبع نهاية المحاضرة تكون موجودة بالمحاضرة نفسها، لأنه يعني كمان تعطي إضافة ومتعة. الفيديو أستاذ حسان؟ إيه بالفيديو، إيه إذا في مجال. إيه ما في مشكلة. ما عزبناك، شكراً. لا بأس. خير إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.